كانت وزارة التجهيز دارت واحد البرنامج استعجالي، وفي هذا البرنامج هذا كان واحد المشروع بناء سدود ومن جملتها واحد السد في مشرع الصفصاف. حنايا بالنسبة لنا يعني أبناء هذه المنطقة هذه كنعرفوا بلي أنه العيون اللي كتزود الآن هنا هذه المنطقة تعملوا إياه هي العيون اللي جاية في السافلة ديال مشرع حماتي. المياه اللي جاية من جبال تاع الأطلس أو من الهضاب العليا كلها مخزنة في السدود، سد مشرع حمادي، سد محمد الخامس، واد الزا، سد الحسن الثاني في ميدلت وسدود أخرى. يعني أنه السدود متمكنة 100% من المياه اللي كتجلبها ملوية. مشرع حمادي للسافلة حتى المصب كاين بعض العيون راه حنا كنشوفوا شي وحدين هنايا وغادي نشوفوا كذلك في واحد المثال تاع واحد العين في نهايه السافله تاع مشرع حمادي. وهاد العيون هي اللي الان باقا كتزود شيئا ما هاد المنطقه رطبه، وكذلك بعض المشاريع اللي تزادت كالمحطه تاع الضخ ديال مولاي علي او لا محطه الضخ الجديده اخرى تاع ولاد ستوت اللي خدات واحد الكميه كبيره من هاد النصيب، درجة أنه ما بقاش الآن يتوفر حتى 10% من ذاك الصبيب اللي هو المجموع ديالو 7 متر كيب سكوند اللي كتعطينا هذه العيون اللي كيمشي للمنطقة الرطبة ولا الفلاحة اللي هما في يعني في الجوار تاع ملوية. لدرجة أنه حتى المياه تاع ملوية الآن أصبحت مالحة بذاك الرد تاع 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 البحر، يعني أنه الصبي ما بقاش كافي باش ينقي ملوية من ذاك التلوث ومن ديك الملوحة، والملوحة تاع البحر دخلت الملوية واحد 15 كيلومتر، ودوك الفلاحة الآن ما بقاوش يفلحوا ما بقاوش يخدموا لأن الأرض ديالهم ما بقاش تستغل. إذا هذا المشروع هذا اللي كنشوفوا فيه خطر على البيئة وخطر على المنطقة الرطبة، وحنا كنطلبوا من المسؤولين باش يعاودوا النظر. أولا بعدا كيديروا دراسة تاع تأثير على البيئة اللي كتنص عليه القانون 12-3، زيادة تاع ليتي دو فيزابيليتي باش يشوفوا واش بعداك البراج يدار ولا ما يدارش، وكذلك يشوفوا يعني منطقة أخرى مشرع حمادي السافلة ديالو حتى المصب، يعني أنه إلا درنا شي مشروع تاع شي سد راه حنا غادي نحكموا على الطبيعة بالاندثار وبالجفاف، يعني ما غاديش يبقى ولو قطرة من هاد المياه تاع العيون توصلنا لهذيك المناطق الرطبة تاع الموقع البيولوجي لملوية. Thank you.